مش قوي يعني بسمعها يعني بالصدفة يعني، لأنه منتشرة جدا، ده واقع ما نقدرش ننكره، بس مش كتير حقيقة، ما عنديش معلومات عليها. في ناس بتقول انه هي مش فن، هي بس شو بننبسط عليه وبنهيص وبنحس انه الاغاني بتخلينا فرحانين وهايبر وبنتنطط وكده، وفي ناس بتقول لا هي بتفسد الذوق العام وفيها كلام خارج وفيها مفردات ممكن تبقى تحريضية على العنف والحاجات دي. فسمعت كده وسمعت كده، بس انا ما عنديش حقيقة فكرة عنها، لما سمعتهاش ما حبيتهاش كتير.